تواصل وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين الكباج جولاتها الميدانية في محافظات الجمهورية لمتابعة تنفيذ الوزارة لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وفي هذا الإطار قامت نيفين الكباج بزيارة لمحافظة الدقهلية لافتتاح عدد من المشروعات التابعة للوزارة في المحافظة، فضلا عن تفقد متحف أعلام الدقهلية بديوان عام المحافظة، والذي يحتوي على صور مشاهير وأعلام المحافظة من الأدباء والفنانين والعلماء. المجتمع المدني في المحافظة مجتمع مدني قوي بيقدم الدعم مع المحافظة، بنشتغل في مشروعات قومية مع بعض. النهاردة كنا في بصدد ان احنا نحضر اكتر من نشاط ونتطلع نتفقد انشطة كتير ونشوف ايه اوجه التعاون اللي ممكن نقدر ندعم بيها اهالينا. يمكن لسه كنت بقول النهاردة استراتيجية حقوق الانسان اللي سيادة الرئيس اطلقها في سبتمبر 2021 بنشوفها النهاردة بتنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، بالذات احنا معنيين بحقوق المجتمع المدني وبواجباته تجاه الوطن وايضا بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. كان عندنا 3 فعاليات النهارده، الفعاليه الاولى كانت مع السيد وزير النقل الفريق كامل الوزيري تدشين المرحله الثانيه من مرفق النقل الداخلي، وده المشروع الكبير اللي محافظه الدقهليه بتقوم بيه عشان المواطنين في الدقهليه يركبوا وسيله مواصلات امنه في ظل توجهات القياده السياسيه. الفعاليه الثانيه طبعا الزياره الجميله لمعالي الوزير نيفين الكباج وزير التضامن الاجتماعي بكل الفعاليات اللي علاقه بالتضامن، واحنا قعدنا عملنا لقاء هناك واتفقنا على حاجات كتير، كل التعاون ما بين المحافظه وما بين وزاره التضامن الاجتماعي والمديريه عندنا في المحافظه. الاحتفاليه الثالثه او يعني الجزئيه الثالثه تدشين وحده التضامن الاجتماعي بالجامعه مع الدكتور الجميل الدكتور اشرف عباس رئيس الجامعه، والجامعه يعني للامانه مع المديريات في تضافر وتعاون مثمر لتحقيق استراتيجيه الدوله وتوجهات سياده الرئيس اللي هي بناء الانسان المصري، وان احنا نغير الفكره القديمه ونبدا كلنا نشتغل مع بعض ايد واحده. التناغم اللي موجود بين هيئات الدولة المختلفة وإداراتها المختلفة ووزاراتها المختلفة في المستهدف في الآخر هو المواطن المصري، وإحنا طبعا الجامعات يعني عدد طلاب في الجامعات المصرية بيفوق 3 مليون طالب، ودول في مرحلة مهمة جدا في حياتهم، وهم دول القوى يعني دلوقتي هم بيمثلوا كم كبير، وبعد كده هم دول هم اللي هيقودوا البلد، وبالتالي بنائهم بناء جيد ودايما تقديم المساعدة ليهم.